زيارة. أنشط ضابط في الداخلية، اشتغل في كل الإدارات، والداخلية كلها أجازة. إيه ده؟ ريحة الكمكمة دي؟ لا لا مش قادر، هات الشاويش وتعالى ورايا. سبحان الله ولا إله إلا الله، هو فين يا ابني؟ أنا عارف، ما كلهم شبهه. فينك يا رضا؟ هو فضل ماشي ورا نور لغاية ما اعتل، جاب عجل وأجل. يا حبيبي يا رضا، يا صغير على السجن يا يامه. تعال عم عرفان. أنت فين يا رضا؟ يا حبيبي يا رضا. عم عرفان، عم عرفان رضا، عم عرفان الحقني يا عم عرفان، شفت المصيبة اللي أنا فيها؟ أنت وحشتني أوي يا رضا. رضا أنت مين يا أسطى؟ أنا ناصر يا رضا. ناصر؟ وانت جاي تصلي العيد يا ناصر ولا ايه؟ الحمد لله ربنا تاب عليا وبقيت متدين تدين ظاهري. شفت يا رضا؟ جاريك ورا البيت خلاك تلعب في المنبه، ولعبك في المنبه خلاك تلبس البدله الحمراء. البس بقى يا رضا، خلي المنبه ينفعك. منبه يا عم عرفان؟ انت عايز تصحى بدري في السجن يا رضا؟ وده وقته يا ابني. انا بستفسر. بدل ما تستفسر استاذوا، استاذوا انتوا الاثنين بقى شويه. انا اللي هيجنني هو انا عملت ايه وصلني ان انا البس البدله الحمراء وهتشني؟ القاضي حكم عليك بالاعدام بعد ما قتلت نور. واللي اعرفه ان عليك حكم واجب النفاذ. وانت عارفان هتسيبهم ينفذوا في ايه الحكم؟ طبعا انت عندك شك في كده؟ ما تقلقش يا رضا، هنعمل لك كولدير في الشارع باسمك سخن وساقع. اخرس يا حيوان، الحسنات هتوصلك في قبرك. اخرس يا حيوان، الحقني اوعى تسيبني. عرفان انقذني. انا هساعدك يا رضا، بس وعدني يا ابني تكون اخر مره، وغلاوه امك عندك لتكون اخر مره. طب وغلاوه امك عندي هتكون اخر مره. فك امي، احترم نفسك يا عرفان. اصل امك حلوه قوي. احترم نفسك عرفان. عم عرفان لو هساعدك. عم عرفان قولي فين المنبه؟ عايز اعرف برضو المنبه. يا رضا ما تنام براحتك، انت كده كده هتنام مش هتقوم. بتسخر من الراجل؟ بطمنه الراجل هيلقى حتفه. ما تقلقش يا رضا، لا قلقان، انا هفضل ولا المنبه دوت لحد ما اجيبهولك. مدة الزيارة خلصت، ما نشحن مدة تانية. اخلص، تهركش معاه عشان غبي. الزيارة خلصت. خلاويص يا رضا؟ لسه. طب يلا بقى رضا عشان تتعدل. انا ما بحبش اتعدل، ما الله يخليك. متخافش يا رضا، ده النهارده هننفذ حكم الاعدام. هو انت هتمدني على رجلي؟ ده انت هتشنقني من هنا. مش هتحس بحاجه خالص. انا خايف رقبتي توجعني. طب يا عم لو حسيت بحاجه عندي انا. ماشي، بس لو رقبتي وجعتني بحق. ماشي ماشي، هاتوني هاتوني. بس انا عايز عرفان، هاتوني عرفان. انا هقولك يا باسم، اصل انا ما بحبش اتعدل. طب خليهم تاني، ما خلصيك يا بنت، حرام عليك. انا ما عملتش حاجه. يا لهوي يا لهوي، المنبه المنبه فين؟ نفسك ايه يا ابني قبل ما تموت؟ اشوف عرفان واطمن على المنبه. المنبه بتاع جدنا اصله عزيز عليا قوي. والنبي اذا كان ممكن يا ابني تكسب ثواب يشوف عرفان اذا كان موجود. ايوه يا باشا، خلينا نشوف عرفان، يا رب تكسب في اللعبه. هو موجود بره مستني عشان يستلم الجثه. هو بصراحه يعني كان عايز يشوفه قبل ما ننفذ الحكم، بس لا 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 مش هينفع. خلينا نخلص بقى. اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله. شكرا يا عم عشماوي. يس، يعني يدخل عرفان؟ ها؟ اه مفيش مانع. دخل عرفان من بره. فك ايده، فك ايده. يا اهل العرض، يا اهل العرض، يا اهل العرض. عرفان يا حبيبي. رضا عرفان هتوحشنا يا رضا. لا لا مش هوحشك يا عم عرفان. لقيت المنبه؟
لا ما لقيتوش. يعني ايه؟ يعني انا هموت النهارده؟ امر الله بقى، هنعمل ايه؟ لا لا مش هموت، قول لقيته. بس وعدني انها تكون اخر مره. ابو نور، نور انت عارف لو جبت سيره البيت دي تاني انا هسيبك تعدم. لا تعدم بالمشنقه. لا لا خلاص خلاص خلاص، مد ايدك حط صباعك في الجاكيت. حط صباعك بقى يا رضا، عايزين نلحق الماتش. استنى يا رضا، شيل صباعي. على فكره هتظبط، احنا هنخسر الماتش دوت. حط ايدك بسرعه يا رضا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحلوه ليه رافعه حواجبها ومحدش عاجبها؟ محسوبك عطل اللي بيموت في الشعبطه. اوعي يلا. صحيح، الطاري دايما مفتري. ما انت قلبك لو عايش كان خلى الفينو فايش. صباح النور. ايه الحلاوه دي؟ او انت هتيجي نسوق من الجامعه النهارده؟ ايه ده، هتخلينا ننط من على السور؟ مش حلاوه جامعه دي خالص. رضا حاله تبدل خالص يا عم عرفان، ده اديله شهر حابس نفسه في البيت. حب في القلب زي عضة الكلب، ما يختار له اي انثى تانية غير دي. اي انثى تانية؟ صدق بالله انا غلطان اللي انا بتكلم مع امثالك، عيل زبالة صحيح. صباح الخير يا عم عرفان. صباح الزفت. ده ايه التغيير المفاجئ ده؟ ده انت كنت بتشوف سوزي عفشتك بتشد. طب تخلص يا بلاش لكعه، بقول لك جاتك البلاء. يا رجا ما تفتح الزبائن بقى تهرب من الورشه. تحمار يا ابني، حد يقول البوق ده برضه. مش قصدي يا عم عرفان، انا برفع من معنويات بديله زبر. يعني ترفع من معنوياته هو وتحبطني انا؟ الزبائن تطفش ازاي وانا موجود؟ يتقطع لساني يا عم عرفان، ده انت البير والخرقه، قصدي يعني الخير والبركه. ما تتعبوش نفسكم، بدل مشغل الكاسيت لا يمكن هيفتح ابدا. يا عين امك يا حبيبي، تصدقوا بقاله شهر ما دخلتش الحمام. واضح يا ست الكل من ريحه الشقه اللي اتقلبت. على العموم احنا هننزل الورشه نشقر عليها ونبقى نرجع لكم بعدين. ربنا يصبرك على الريحه دي يا امي، ده انا معدتي قلبت والمصحف هطرش. هاش بقى في الحته الضلمه دي تعمل شغل عالي. اقرا لك انا كمان ولا نسيبها بظروفها كده نشوف الدنيا هتودينا فين؟ كده. بص بقى يا ست،
عشان كده ما بتردش عليا. عرفت منين انا هنا؟ عرفت منين؟ هو ده بس اللي فارق معاك؟ همشي انا بقى. لا لا تمشي، تروحي فين؟ ده مجرد سوء تفاهم. سوء تفاهم؟ هو فعلا سوء تفاهم. انا اللي همشي يا نادر، بس صدقني مش هتشوف وشي تاني. براحتك بقى نور، ده شيء يرجع لك. اقعد يا ساره. انتوا ازاي طلعتوا واطيين قوي كده؟